ما يصوف ما يغمل ما يخماج، وعلى ضمانتي. وكتجي فيه واحد البنة خطيرة أحسن من اللي كنشريوه جاهز. وهذا وقته، وعلاش عليك مازال تشري الحباب تمن الكيلو حامض مصير أو الحامض مرقد؟ يبقى حتى لسانة ما يغمل ما يخماج بأسهل طريقة للتحضير، ويوجد في سيمانتو بدون طنجرة ضغط ولا مجمد. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا طريقة التحضير. والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من لايك ديالكم للتشجيع فقط، ومن البارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا و100 ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله. وهذا وقته ومتوفر وموجود بثمن مناسب، علاش لا ما نستغلوش الفرصه ونحضروا الحامض مصير او مرقد في المنزل، يعني بطريقه سهله وسريعه وكيوجد في ظرف اسبوع فقط. عندي هنايا الحامض، نتوما غتديروا الكميه اللي بغيتوا. عندي تقريبا واحد 2 كيلو ونص حتى 3 كيلو، يعني ما وزنتوش، كان عندي شي حبات في الثلاجه وتقديت 2 كيلو ديال الحامض، يعني داك الحبات ما وزنتهمش ملي زدتهم على داك 2 كيلو، تقريبا غيكون واحد 3 كيلو قل شي حاجه. نتوما غتخدموا بالكميه اللي بغيتوا. عندي هنايا الحامض اللي كنغسلو مزيان مزيان بواحد شويه ديال الماء، وكذلك كندير في داك الماء قطرات من الخل، كنغسلوه مزيان مزيان ونمحيوه. ملي نكونو كنغسلوه نمحيوه بواحد سريبيته او شي زويف اللي يكون نظيف. انا عندي داك الحلفه ديال الماعن اللي شريتها خصيصا باش نغسل بها الحامض، يعني ما نغسلوش بداك الشيته ديال الخضر باش ما نجرحوش ليه الجلفه ديالو. عندي هنايا الملحه، من الاحسن نخدموا بالملحه الخشنه، الملحه العاديه، يعني ماشي انا هذه ما كنطيبش بها، كنطيب داك الملحه الاخرى الرطبه، هذه الملحه كنخصصها غير للترقاد وغيره. كنغسل بها الدجاج او كنرقد بها الحامض الى اخره. الملحه ديال درهم ونص او ديال درهم، كنحتاج هنا لجوج باكيات. عندي هنايا الحامض بعد ما غسلته مزيان مزيان، كناخذ هنايا السكين وكنقسمو على هذه الطريقه هذه، يعني كنفتحوه على جوج جهات، جهه معاكسه على الجهه الاخرى كما موضح قدامكم في الصوره، يعني كنقسم ماشي حتى للاخير، غير تقريبا اكثر من نصف واحد شويه، ومن الجهه الاخرى كنعاكس القسمة. نتمنى يكون الشرح واضح وكذلك الصورة تكون واضحة. ما كنديرش زائد، ملي كنديرو زائد يعني كنحلو على جوج جهات، ملي كطوال المدة ديالو كيبدا يتشتت لينا، كيتحل كله هو. من الأحسن نحلوه على جوج جهات بالجهة المعاكسة، يعني وحدة كنحلوها على الفاس هذا والأخرى كنقلبوها الفاس الثاني. نتمنى تكون الصورة واصلكم حسن من الشرح. كناخذ هنايا الملح بعد ما حليت الكمية كلها هي عندي ديال الحامض، كناخذ هنا الملحة وكنعمر داك الفتحات مزيان مزيان، تقريبا كندير واحد معلقة صغيرة تكون بومبي ديال الملحة. ومن الاحسن نقوموا بهذه العمليه وحنا دايرين اللي قالت. من الاحسن اولا ما كان ودينا فيهم شي جريحات ولا هذا، ما كيتشهلبوش لينا بداك الملحه والحامض. وثاني حاجه واللي هي اهم، تيكون عندنا داك الحامض معقم لينا، يعني واخا تكون يدينا مغسولين الى اخره، من الاحسن نديروا اللي قالت. من بعد ما كنعمر داك الحامض كله هو اللي عندي بالملحه، كنجيب هنايا القنينه اللي تكون مغسوله ونظيفه مزيان وممسوحه بالخل الابيض. من الاحسن نخدموا بالخل الابيض في هاد الوصفه هذه. كنجيب هنا داك الحبات ديال الحامض وكنعمر هاد القنينه هذه. عندكم قرعه كبيره ديروا، عندكم قرعي صغار كديروا، يعني واحد ربعه ولا خمسه ديال القرعات صغار، من الاحسن نديروا في قرعه كبيره باش ما نكثروش علينا قوه القراعي. خذوا هاد القرعه هذه كبيره، راه كان فيها ديال 5 لتر او اكثر تقريبا، وقيل ديال 5 لتر، هذه ديال 5 لتر، خديتها ب 55 درهم اللي غنرقد فيها الحامض. كيف ما كتشاهدوا معايا، كناخذ هنايا الحبات ديال الحامض وكنورك عليهم، كنضغط عليهم مزيان مزيان باش كيطلقوا داك العصاره ديالهم، وكذلك ما يكونوش هناك فراغات في القنينه، حتى لا كانوا ما كيكونوش، ما كيبقاش لينا داك الحامض كيلعب لينا، يعني كيمشي ويجي في القنينه، ضروري ما يكونوا مداحسين، سواء خدمنا بقنينه كبيره
او صغيره، يعني ضروري داك الحامض يجي مداحس ما بيناتهم. كنكمل داك الكميه ديال الملح اللي عندي. بالنسبه للكميه ديال الملحه في 2 كيلو ونص او 3 كيلو ديال الحامض احتاجي 2 باكيات ديال الملح. غير ملحو ملحو مزيان، الملحه راه ما تخلاوها، الملحه ما كتذوبش، يعني الملحه هي اللي كتحافظ لينا عليه لمده اطول. عندي هنايا 2 كيسان ديال الخل ابيض، يعني في كل كيلو تقريبا كنديروا كاس ديال الخل، كاس ديال الخل من عبار كاس ديال العنب. اي غتحتاجوا في هذه الكميه ديال الحامض قرعه كبيره ديال الخل. بعد ما كنضيفوا داك 2 كيسان ديال الخل كنجيبوه هنا الماء غليان طايب مزيان مزيان، الماء يكون غليان، كنبقاو نعمروا في داك القريعه اللي درنا سواء كبيره او صغيره حتى كيوصل الماء للسطح ديال الحامض ديالنا، يعني اللافه ديال القنينه. ضروري ما نغطيو عليه بالماء طايب غليان فقط، ما كنضيفوا لا زيت لا حتى شي حاجه. كنسد القنينه ديالي مزيان مزيان ومره مره نحركها، كنحركوها باش داك المليحه اللي كتكون في الاسفل كتندمج لينا مع المكونات، هي من بعد راه كتذوب بوحديتها. غير مره مره نحطو هكا فوق سطح العمل او في بلاكار، مره مره نبقاو نحركوه غير داك 24 ساعه. من بعد ما كنحركوه ما حتى شي حاجه نهائيا، كنحطوه في البلاكار او فوق البوطاجي، ماشي ضروري نديروه في شي بلاصه مظلمه. بالنسبه للسودانيه او الحار حتى هي راني مرقده، هذه راه عندها عام، يعني من العام الاخر ملي كانت السودانيه متوفره كنت رقدت تقريبا 1-2 قريعات قد هادو. سالات ليا القرعه الاولى وهذه القرعه الثانيه راه قربت تكمل، حتى تقربت سالي عاد كنرقد عاوتاني فيها السودانيه بنفس الطريقه بالخل والمليحه والماء طايب، كتوجد في اسبوع بنفس الطريقه اللي حضرنا بها الحامض. ولا بغيتوا الطريقه بالتفصيل غنخلي لكم رابط صندوق الوصف ديال كيفاش كنرقدوا سودانيه حاره. وبالنسبه لهاد القريعه هادي ديال الحامض مصير راه عندها تقريبا سنه سنه، بحال هاد الوقيته في العام اللي داز كنت رقدت الحامض، كنت رقدته في القرعه الكبيره، ومنين كيبدا كيقلى ليا كنرجعوا للقرعه الصغيره الموين، ومنين بقاو غير شي 5 ديال الحبات او 4 الحبات كنرجعوا لهاد القريعه هادي الصغيره، ومنين كنرجعوا كنرجعوا مع يعني داك الماء ديالو داك العصاره ديالو. كنت درت معكم الحامض مصير في وجبه غداء ديال الجزر، درناه بالحامض مصير، جات مريقه خاطره ولذيذه، وكنت بارطاجيت معكم الحامض مصير وقلت لكم الا بغيتو خليوها ليا في التعاليق. وكذلك جاوني تعاليق بزاف بزاف بغيتو الحامض مصير، وقلت علاش لا انا غنديرو نصور معاهم طريقه ديال ترقاد الحامض مصير، وهادشي اللي بقى ليا منه من سنه، يعني هو تفتت شويه داك الاخر تيبقى حيت كتبقاو تهزي اليوم وغدا ونحولو من قريعات، هاد الحبه ولا جوج الاخرين بقاو تفتتوا ليا، معليش غادي نحيدهم دابا وغادي نطحنهم، نحيد منهم غير اللب العظيمات وغادي نطحنهم ونديرهم في واحد الطويسه او واحد العلبه ونوضعهم في الثلاجه. وقت ما بغيت الحامض مصير هكاك المعجون ديالو كناخذ القياس اللي بغيت. بالنسبه لهاد القريعه هادي راه مره كنحركها باش ديك المليحه ديالها كتندمج، يعني كتذوب ليا لان خدمنا بالملح الخشن. كنخليها انا غير فوق سطح العمل، ما كنخبيها لا في بلاكار ولا في شي مكان مظلم. واللي بغى الطريقه ديال الحامض مصير ديال البلدي يخليها ليا كذلك في التعاليق ونحضروا معاكم، لان الطريقه ديال البلدي ماشي هي الطريقه كيفاش كنحضروا الحامض مرقد الرومي بوحدو والبلدي كذلك بوحدو، كتبقى الحبه صاينه بحال اللي كنشريوه من على برا. خليوها ليا اكيد في التعاليق وغادي ندرجو معكم في القريب ان شاء الله. كيوجد في اسبوع كتلقاو الحامض ديالكم واجد حاضر ناضر، ما يصوف ما يصوف ما يغمل ما يخمش، وعلى ضمانتي وكتجي فيه واحد البنه خطيره احسن من اللي كنشريوه جاهز، يعني كيسلقوه هذوك راه كيسلقوه كيوجد في 5 دقائق تيكون واجد، كيتسلق وكيتحيد منه داك الفوائد ديالو، ما كيجيش معسل ومعلك بحال اللي غتحضري في المنزل. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم ومن البارطاج، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله على قناه سكينه سويريه.